شنو حققت بسنة 2022؟ شنو اللي حققته من إنجازات؟ والله الإنجازات على مستوى العملي أكيد إنه عملي في تطور، عملي باتجاه الأفضل، عملي في اتجاه الأحسن. اليوم أنا منظمة أنشأتها بشهر الخامس، كملت تسجيلها، منظمة قرار للإغاثة والتنمية البشرية. اليوم المنظمة على مستوى الوزارات عندي تعامل، على عندي توقيع مع دائرة تمكين المرأة بالأمان العام لمجلس الوزراء، فهذا نعتبره كل هاي الإنجازات هي إنجازات 22 حقيقة. شنو تتمنى بسنة 2023؟ أتمنى الأمر الأول أنه يستدب الأمن والأمان في بلدنا، هاي من أهم المعطيات. اليوم إذا كان البلد مستقر فالنفس مستقر، الروح مستقر، العامل مستقر، تقدر تطور نفسك للأفضل والأحسن. وإن شاء الله طموح كل هاي الناس اللي موجودة هو الأمن والأمان والاستقرار لهذا بلدنا، والأمور في خير إن شاء الله. تحتاج أحد يدعمك؟ يدعمني من أي ناحية؟ سواء على المستوى النفسي، احنا دائما الدعم النفسي يمكن افضل حتى من الدعم المادي. اليوم احنا اكيد هو بالنسبه لموضوع الدعم النفسي، اذا كنت تتمتع في صحه نفسيه حقيقيه وجسد خالي حقيقي، تقدر تعطي، تقدر تتحرك، تقدر تعمل في مجالك، تقدر تكون اب معطاء، رجل اعمال معطاء، شخص معطاء بالمجتمع. العديد من المنجزات، أنا أسست شركتي الخاصة، شركة محاماة، شركة نحو العراق الدولية للخدمات والاستشارات القانونية، بالإضافة إلى نائب رئيس منظمة قرار. هذه النجاحات اللي نعتبرها مادية، أما النجاحات المعنوية في العديد من التجارب على صعيد القضايا، يعني أكو هواي قضايا وقرارات كسبت. على صعيد العمل فإحنا نحقق بمجال المنظمة هواي أعمال، ننجز هواي تفاصيل، ورشات تطويرية للشباب. هو كل منجز أنت تسويه يعني لو يفيد أنه شاب واحد أو شابة واحدة هو نجاح يعتبر. هذا المنجز اللي حققتيه ب 2022 كان له دراسات وتهيئة قبل سنوات، لو كلها تحققت ب 22 يعني بعضها انه اكو تخطيط لها مسبق، لان تعرفين العشوائية مو صحيحة، فاكو تخطيط مسبق، وبعض الاخر لا، يعني انه وانتي دا تمشين انه بمجال العمل هو اكو لربما انجازات هي تكون عارضة يعني طارئة. بالنسبة ل 23 شنو تتمنين ب 2023؟ يعني نتمنى انه يكون انه المنجزات اكثر والنجاحات اكثر ان شاء الله، بس 23 تخطيطات اوسع لها على اعتبار انه احنا يعني دخلنا هسه بمجال العمل الحقيقي. اكو شيء حاطته ببالك معين تريدين تحققيه بهاي السنه؟ اي انه هو بواقع الشباب العراقي، لانه هوايه يعانون وعشوائيين متشتتين بتفكيرهم، فكلش مركزه على هذا المجال انه نكون حاضنه لهم من خلال المنظمه والعفو، ونقدر نطورهم. كان 22 حياة جديدة، حياة جامعية، إيه تخرجنا من الإعدادية شفنا حياة مختلفة تماماً عن ما شفناه بالإعدادية وعن حياتنا السابقة كلها. والله تخرجنا من الكلية، كملنا قانون، ونطمح إن شاء الله كل خير. سنة صعبة لأن ظروف صارت وعلى الكلية وشوية، بس الحمد لله نهايتها يعني لطيفة. والكلية قبلت بيها زين والاختصاص زين، فنهايتها سعيدة وإن شاء الله تبقى هيك السنوات الجاية. اللي حققناه إنه وصلنا هذه المرحلة الحمد لله وشكر، بتعبنا ونجحنا يعني الحمد لله وشكر. والكلية كانت كل زين ويانا وتعامل الأساتذة زين ويانا. 22 يعني سويت هواي أشياء، اختصرت هواي طريق على نفسي. 23 هسه صرت أسافر. والله أنا سياقتي كانت كلش كلك، فحسنت سياقتي بشكل ممتاز، وصار عندي فريندز كل مكان دجلة، ونفس الوقت استقريت كبيتي هنا ببغداد، استقريت لأن كنت بالشمال، شغلي طورته. وها هي كل إنسان يمر بظروف، فهاي الظروف يعني تمنع إنه يحقق هذا الطموح. فللأسف يعني ما لحد هاي اللحظة أنا ما حققت اللي الطموح اللي أريده. يعني هو ماكو شيء صعب، الإنسان لما يسعى يعني ويحب إنه يوصل الهدف او طموح يعني ما كسر شيء صعب، يعني باستثناء انه يصير عنده في الظروف احتمال يعني يخليه انه يجبره انه ما يحقق هدفه. فاني واجهت يعني صعوبات، وبالاضافه الى ظرف يعني عندي ظروف خاصه فمنعتني انه اوصل الهدف اللي اريده.